خالد، كما أشرنا في المقدمة، إحصاءات البنك الدولي تشير إلى أن معدل البطالة في العالم العربي وصل إلى 9.81%، وتقول أيضا أن في مقدمة الدول التي تعاني البطالة في العالم العربي اليمن وفلسطين، فيما تصل في آخر في أسفل القائمة قطر مع 0.3% فقط. كيف تفسر هذه الأرقام؟ بالبداية خليني أشير لنقطة مهمة كتير، بأنه البطالة ما عادت مشكلة اليوم بالعالم. البطالة تحولت إلى آفة حقيقية، وقد تكون هي السرطان الحقيقي في مجتمعاتنا المعاصرة، وهي السبب الأول والأخير لكل المشاكل الاقتصادية اللي بتواجهها الدول الصناعية. كأن سبب الأزمات ونتائج الأزمات. سبب بذات الوقت. طبعا البطالة لم تكن موجودة في المجتمعات الزراعية قديما، بدأت البطالة منذ بدأت المجتمعات بالصناعة أو بالمجتمعات الصناعية، بدأت تظهر مشاكل البطالة وتحولت اليوم بحق إلى آفة حقيقية. لنعرف قديش أهمية البطالة وخطورتها، منلاحظ بأنه المشاريع الانتخابية والبرامج الانتخابية تبنى بجزء أساسي منها على البطالة. مثلا شفنا بالانتخابات الأمريكية الأخيرة، صحيح، مثلا ترامب جزء من مشروعه السياسي كان هو خفض مستوى البطالة، وطبعا يحاسب المسؤولين آخر شيء على إن كانوا نجحوا بهذا الخطة أو لا. بعالمنا العربي طبعا قد يكون العالم العربي بما يضم من دول، هو مثل ما ذكرتوا حضرتكم، مثل ما ذكرت أرقام البنك الدولي بحسب آخر دراسات يمكن من عملت بال 2018، بأنه بيحتل المراتب الأولى بالعالم بارتفاع نسب البطالة. طبعا هون خليني أشير لشيء كتير مهم، بأنه نسب البطالة عادة بالدول تكون مخففة بشكل كتير كبير، ولا تضاف إلى بعض الأمور الأساسية. مثلا على سبيل المثال، عندما يحتسب معدل البطالة بكتير من الإحصائيات لا تحتسب ربات المنازل أو النساء في البيوت، وبالتالي يأتي معدل البطالة مخفف، فأنه هذا للحفاظ على صورة معينة للحكم، للمحافظة على صورة معينة للدولة. إنما هذا الشيء اليوم أصبح بعالمنا العربي خطير، خطير جدا، وهو عم بيولد مش بس أزمات اقتصادية، كمان أزمات اجتماعية، أزمات سياسية أيضا، لأنه أصلا أزمات اجتماعية صحيح. نعم، ونفسية. طبعا نفسية، يعني بدك اكتئاب، البطالة اكتئاب يأتي أولا من البطالة. حتى بدراسة أمريكية من فترة كمان كانت عم بتقول بأنه البطالة هي السبب الأول لالتحاق الشباب العربي بشكل كتير كبير بالمنظمات الأصولية وبالتنظيمات الجهادية، ولا ما هنالك من أمور. وأصلا نسمع مؤخرا عن حالات انتحار كان بمصر، حالة الشباب الذي قفز من أعلى برج بالقاهرة وما إلى ذلك، نتيجة عدم وجود فرص عمل. ولكن هناك علاقة مترابطة بين الأزمات السياسية والاجتماعية والبطالة، لأنه صحيح. إذا هنالك بطالة تولد أزمات، وإذا حصلت الأزمة بتزيد نسب البطالة. صحيح. يعني هذه العلاقة العكسية، صحيح، بعلم الاقتصاد كيف تفسرها وكيف يجب أن نحلها؟ يعني صحيح. وبالإضافة لهذا، كله اللي ذكرتيه حضرتك، بأنه اليوم مستوى البطالة بالعالم العربي يرتبط بالسياسة. طبعا يرتبط، منلاحظ بكل الدول العربية اللي فيها مشاكل سياسية كبيرة، مثل لبنان اليوم، مثل بالعراق، مثل بدول شمال إفريقيا، ليبيا ومصر، باليمن مستويات البطالة مخيفة. بلبنان مثلا كنت عم بقرأ آخر مرة عن بطالة 300 ألف شاب لبناني عاطل على العمل. طبعا إحصاءات البنك الدولي لعام 2018، صحيح، كانت قبل الحراك، صحيح، وقبل، صحيح، الأزمة الاقتصادية التي نمر بها. قد يكون لبنان الآن في أعلى قائمة دول البطالة، مقدر اليوم بحدود 35% أو 40%. والخطير بالموضوع كتير، بس نكون عم نحكي على البطالة، بأنه عادة البطالة تقاس بشكل عام، نقول مستوى البطالة بالدولة 12% 15% إلى ما هنالك. إنما تركز البطالة بعمر الشباب، يعني بين عمر 16 و25 سنة، طبعا تختلف بحسب الدول أيمتى ببلش يدخل الواحد على سوق العمل، إنما تركز هذه الفئة عن فئة الشباب تحديدا هي خطيرة جدا، وبالتالي الشباب هم أكثر ما يعانون من البطالة. بالعودة للسؤال، اليوم المشكلة السياسية بتأثر على الاقتصاد طبعا، وعندما يعجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل جديدة، عن استيلاد فرص عمل جديدة، بالإضافة مع نمو سكاني كبير بنعاني منه بدولنا العربية، ونسبة فتوة مرتفعة جدا بالقياس إلى المعدلات العالمية، هنا تحدث المشكلة. بالأرقام العالمية طبعا اليوم العالم عليه أن
أن يؤمن من هون لل 2025 حوالي 600 مليون فرصة عمل. طبعا اليوم بالعقد الثاني من هذا القرن، يعني من 2020 لل 2030، في عنا تقريبا مليار فرصة عمل مفروض تكون موجودة للشباب. العالم كله رح يأمن أكثر من 40 فرصة عمل، بالتالي 60% من الداخلين جدد إلى سوق العمل سيكونون عاطلين على العمل. وهذه أرقام خطيرة جدا، طبعا هذه أرقام برسم الحكومات، برسم السياسات الاقتصادية، وبرسم طبعا الموائم إذا فينا نقول بين سوق العمل، متطلبات سوق العمل والأنظمة التعليمية، واللي ما زلنا هذا عندنا مشكلة حقيقية فيه بالعالم العربي، إذ أنه اليوم البرامج التعليمية والمناهج التعليمية لا تتطابق مع سوق العمل. سوق العمل في وادن والعلم في وادن آخر. كل العالم اليوم بده يعملوا مهندسين وأطباء وحكمة، بالمقابل فإنه الاقتصاد اليوم قد يكون بغير مجال كليا. والتطور الاقتصادي اليوم يخلق فرص عمل، وليس وعلى عكس كل ما يقال بأن التطور الاقتصادي اليوم لا يخلق فرص عمل ويقتل فرص العمل، بالعكس تماما. أنه الصناعات الرقمية اليوم، إذا فينا نسميها صناعات رقمية، كل ما يتعلق بالتكنولوجيا المعلومات وبالصناعات الرقمية هي تخلق فرص عمل، إنما تحتاج بالإضافة إلى أنظمة تعليمية غير. أنت حكيت عن التعليم وكأنه التعليم والعمل طبعا مترابطان، يعني وجهان لعملة واحدة. ذكرتني بقول لمحلل اقتصادي انجليزي كانوا عم يسألوه انه كيف بتحل المملكة المتحدة أزمة البطالة، قال هي من جهة تحفز التصنيع ومن جهة تانية تدعم التعليم المجاني، حتى هالشباب لما يخرجوا من تعليمهم يلاقوا فرص عمل. صحيح. كأنها موازنة بين العمل والعلم بطبيعة الحال بنفس الميزان، بالرغم من أنه بعض الأحيان العلم الإضافي وارتفاع مستوى العلم قد يكون سببا للبطالة، وهذا موضوع في تضخم كأنه، وهذا موضوع شائك وغريب لسبب معين، بأنه المتعلمين وأصحاب الشهادات لا يرضون بأي عمل، وبالتالي يقعدون أو يجلسون من دون عمل ريثما يحصلون على الوظيفة المناسبة، والوظيفة المناسبة عادة تكون صعبة المنال، وبالتالي يدخلون في خانة العاطلين. وأحيانا يهاجرون وهنا هجرة الأزمغة. صحيح. يعني بدي أستذكر هنا أيضا بأحد خطابات يعني أو أقواله لوزير لبناني سابق وشرب النحاس، بيقول نحن بلدان أصبحنا متخصصين بتصدير الأزمغة. صحيح. والطاقات. صحيح. والعالم. صحيح. العربي ولبنان أيضا. صحيح. عندما تذهب هذه الطاقات والأدمغة إلى الخارج عم بتلاقي فرص واحتضان. صحيح. من قبل المعنيين. صحيح. هل ليس هنالك قرار سياسي، لأنه القرار السياسي مهم جدا بتحريك عجلة الاقتصاد، بفرص جديدة، ببناء مصانع؟ خليني أحكي عن اللي بعرفه وعن اللي عايشين فيه بلبنان. هناك في عقم إذا صح التعبير بالسياسات بشكل عام وبالسياسات الاقتصادية بشكل خاص. يعني هذه السلطة اللي بمعظم الدول اللي عم نعيش فيها نحن اليوم، كنا عم نشوفها بشوية تقرير من العراق، لبنان بهذه الدول اللي عم تعاني أزمات بشكل كبير، هناك عقم بالسياسة، هناك المسؤولين يعيشون في وادي والمواطنون يعيشون بواد آخر، ليس هناك أي ترابط، وبالتالي أكيد السياسات لا تقصد أن تزيد مستوى البطالة، إنما التطبيق لهذه السياسات ينعكس بطبيعة الحال طبعاً على البطالة. طبعا اليوم النقطة المهمة جدا أن في معظم الدول هناك أنظمة اقتصادية تتأثر بشكل سريع بالهزات الاقتصادية. مثلا في لبنان نعتمد بشكل أساسي بتوظيف اليد العاملة على القطاعات الخدماتية، ونقصد هنا السياحة، شركات تأجير السيارات وغيرها الأمور من الأمور الخدماتية. بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ 2010 ولغاية اليوم، تراجعت مختلف هذه القطاعات بنسبة كبيرة جدا، وأصبحت ليست فقط لا تستقبل عمالة جديدة هذه القطاعات من فنادق وغيرها، إنما تصرف ما لديها من عمال ومما يضطرهم إلى الهجرة. وهكذا في الكثير من الدول، مثلا العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط وصناعة النفط، أي مشكلة في هذا القطاع قد تؤدي به أو قد تدفع إلى الكثير من البطالة في صفوف شباب. يعني خالد، كأنه الأمور بحاجة لخطط ولا تتم بين ليلتين وضحاها. نحن نتمنى أن تكون أنت محمي، لأن بحاجة لدماغ مثلك ببلدنا كل محمي من الأزمة. الصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرة، شكرا لك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا لك. سنذهب الآن إلى فاصل، نتابع بعده الجزء الأخير من صباح النور الذي سيكون مختص بالطفولة، طفولة من تونس، وأيضا كتب مختصة للأطفال. بالأطفال. صح. مع زميلة الجزائرية فضيلة الفاروق. فتابعونا.